طفح كيل مستخدمي وعمال المدارس الرسمية في لبنان، وها هم يعلنون الإضراب العام بدءا من الخميس. فالاجتماعات التي عقدت مع وزير التربية لم تثمر النتائج المرجوة. منحب نعلم كل المسؤولين بلبنان أنه ابتداء من نهار الغد الخميس سيبدأ الإضراب العام في جميع المدارس الرسمية بلبنان، ومنقول لمدرائنا الأكارم دبروا حالكم ونظفوا مدارسكم، مع الأسف بهالتعبير، بس مثل ما بيعاملونا عجبك فل عجبك ابقى ما عجبك كذلك الأمر، منقول نظفوا مدارسكم وجيبوا ناس تنظف لكم المدارس، لأنه اللي اتفقنا عليه مع وزير التربية ما حصل. ومثل ما أفاض علينا الدكتور بشارة رئيس الحكومة حكي شو استفدنا نحن؟ أولادنا منين بدهم يأكلوا؟ منين بدنا نقضي حياتنا؟ بس بدنا نفهم شغلة، وجعنا ما حدا حاسس فيه، لا مسؤولين ولا نواب ولا وزراء. بكرة بتجي الانتخابات بنتوجع على صندوق الانتخاب نحن مثلنا مثل أي مواطن لبناني، لأننا مواطنين لبنانية مش مواطنين أجانب، بيحتاجونا وقت اللي بدهم، وقت اللي ما بدهم يانا ما بيقعدوا يسألوا عنا. المطالب تركز على إعطاء عمال القطاع العام شهراً إضافياً على راتبهم، وتنفيذ ما اتفق عليه من بدل نقل والمنح المدرسية ومبلغ 90 دولار وزيادة الأجر اليومي، احتساب الأجر على مدار السنة، وإلغاء تجديد العقد سنوياً، والاستفادة من الضمان الاجتماعي على مدى 12 شهر. المطلوب أن تعطي هذه الاجتماعات نتائج بالقطاع العام وبالقطاع الخاص، بدل نقل، منح مدرسية، مبلغ مقطوع طلبنا نحن، كل راتب قباله راتب، وهذا المطلب ينعكس على كل القطاع العام، موظفي الإدارة العامة وموظفي المصارف المصالح المستقلة والمؤسسات العامة وكل المتعاملين والمدارس الرسمية والمتعاقدين والمتقاعدين بالأسلاك العسكرية، على أن يشمل تعويض النقل المقطوع الجيش اللبناني وعناصر الجيش اللبناني وكل القطاعات العسكرية حتى تتمكن من الالتحاق بأعمالها وإداء واجباتها اللي هي كتير مهمة بهذه المرحلة. يوما بعد يوم تكبر المطالب العمالية، والاجتماعات المتتالية لم تثمر بعد حلا يحسن من واقع أو رواتب المعلمين والعمال في لبنان. وبين الإضراب والتهديد والتصعيد يعيش اللبناني أسوأ أيام حياته.